مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير في هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين وخروج بغداد والمحافظات بتظاهرات مليونية يوم الجمعة الماضي لإسقاط النظام، في وقت لا تزال الكتل السياسية والبرلمان ورئاسة الجمهورية حائرين لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة وسط الشارع الرافض تماما لأي مرشح تختاره الأحزاب، وبين الصراع السياسي القائم على المصالح فيما بينهم. سنبحث ذلك في هذه المتابعة الخاصة مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، مرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا. وسيلتحق بنا عبر الهاتف من بغداد الأستاذ عادل حاتم الناشط في التظاهرات، كذلك من بغداد الدكتورة ذكرى عبد الصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة بتظاهرات ثورة تشرين المباركة. نبدأ مع الأستاذ عادل حاتم. أستاذ عادل، السلام عليكم. أستاذ عادل، هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال قد انقطع بالأستاذ عادل حاتم، ربما سنعاود الاتصال به لاحقا في هذه التغطية. نبدأ مع الدكتور رافع. دكتور، المشاهد والمتابع للحالة العراقية يشوف بأنه الجماهير المنتفضة في وادي والحكومة في وادي آخر، الجماهير مطالبها واضحة: إسقاط النظام برمته، إسقاط الأحزاب السياسية اللي حكمت العراق منذ 16 سنة، الحكومة حائرة من هي الكتلة الأكبر حتى يرشحون من عندها رئيس الوزراء. شلون تابعت هذا هذا التناقض في رأي الحكومة من خلال أنها لا تلبي مطالب المتظاهرين ومتمسكة ما زالت متمسكة بالسلطة في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ربما هذا هو المتوقع، يعني لم يكن شيء مفاجئا. يعني تفاجئني عندما من يوم 1 تشرين عندما خرجت التظاهرات، الحكومه تقدم استقالتها والعمليه السياسيه يعترفون بفشلها وينهوها ويخرجون، والشعب هو من يتولى الامر ويعين من يريد. هذا 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 الامر المفاجئ. اما الامر الطبيعي بالنسبه لهؤلاء الذين ما يقرب من 17 سنه ملأوا البلاد فسادا وخرابا ودمارا وتسلطا على الناس ونهبوا الناس ويعني قطعوا آفاق الحاضر والمستقبل، من الطبيعي أن هؤلاء اللي رهنوا إرادة العراق للأجنبي ورهنوا هويته ومزقوا البلد بهذه الطريقة، من الطبيعي جدا جدا يتمسكوا بهذه الكراسي ويتمسكوا بالحكم، لأنه أولا هم يعني هذه نهايتهم، يعرفون أن هذه نهايتهم سيساقون إلى المحاكم، لأن كلهم مسؤولين، كلهم يتحملون مسؤولية الدماء ومسؤولية الأموال، مسؤولية بلد كامل بما حل به خلال يعني ما يقرب من 17 سنة، فيعرفون هذه القضية. وهذه الأحزاب والقوى والشخصيات بالعملية السياسية هم يعرفون هم أساس البلاء. فبالتالي هم يعرفون أنه هذا الشعب ثار ضدهم ويريد يزيحهم، يحاولون المناورة. فهذه جزء من مناوراتهم، جزء من ألاعيبهم، مرة بالقتل، مرة بالاعتقالات، مرة بالخطف، وهذه مستمرة. صحيح. طبعا من يوم 1 تشرين لحد الآن، الآن بلغ عدد بين الجريح والشهيد نحو 27,000 عراقي. هذا الرقم رقم كبير جدا. هذه بمعارك بين الدول ما يسقطون، يعني هذا ما يسقط هذا العدد الكبير. فبالتالي هاي محاولاتهم مستمرة بالقتل، بالاعتقالات، بالتنكيل، بالاتهامات وبالألاعيب، إعادة تدوير نفسهم مرة أخرى، يطرحون أشياء لغرض إلهاء الشعب، لغرض والتسويف طبعاً. جزء من عدها التسويف، راهنوا على الزمن. يعني ربما الوقت، البرد، الأمطار، المعرف منه، ملل العراقيين، وبالتالي هذه التظاهرات، هذه الثورة، هذول الشباب أثبتوا أنهم يعني ماضين في طريقهم. صحيح. وقافلين على أهدافهم. والزمن بالنسبة لهم يعني لعبة الآخرين مو لعبتهم.
الزمن زمنهم، هم يعرفون هم بالأخير سيحققون أهدافهم، وأهدافهم واضحة ويعرفون طريقهم. لذلك هذه كلها المحاولات فشلت، المحاولات اللي شهدناها خلال هاي الأيام الماضية، كتلة كبيرة وكتلة صغيرة، هذه محاولات للعب، محاولات لإعادة إنتاج نفسهم مرة أخرى، يعني مثل تدوير النفايات. هذه حقيقة، هذا التعبير المناسب لهم، تدوير النفايات، مرة الدستور، مرة المعرف منه، الكتلة الأكبر، الكتلة الأصغر، انتخاب معرف منه، ومطالب الجماهير، مطالب الشباب واضحة، والمواصفات اللي وضعوها لرئيس الوزراء للفترة الانتقالية واضحة جدا، لا تحتاج إلى لبس، طيب، لا تحتاج إلى نقاش، لكن هم يحاولون أن يلعبوا، وهذه يلعبون، هم يلعبون في الوقت البدل الضائع، وربما حتى مو بدل ضائع، وقت فوق هذا، هذه معروفة، وبالتالي محاولاتهم هذه يائسة ستفشل، والجماهير هذه الثورة ستنجح بشبابها، بفكرها، بوعيها، بقدراتها، بالتضحيات اللي قدمتها، وتعد بأن تقدم أكثر من عدها من أجل تحقيق أهدافها. والثورة في ساحة التحرير وفي كل ساحات التحرير بكل المحافظات هي واحدة، بنبض واحد، الرؤية واضحة، كلما ازدادوا إيغالا في ملاعبهم، في ألاعبهم، كلما ازدادت التظاهرات قوة وثباتا وعمقا واتساعا، وهذا ما شهدناه يوم أمس. ملئت الساحات في كل المحافظات بالمتظاهرين، بالمنتفضين، بالثوار، لأنه الألاعيب هؤلاء بدأت تتكشف بهذه الطريقة، وتتضح صورهم، وأقنعتهم تسقط، ومحاولاتهم فاشلة. طيب، إن شاء الله. نعم. أستاذ عادل، مرحبا بكم من جديد. أستاذ عادل، أنت معنا، تسمعني بشكل واضح؟ أهلا بك أستاذ عادل. أستاذ عادل، بداية لو توصف أن واقع ساحة التحرير اليوم، في هذا اليوم أيضا، لو تصفنا أعداد المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير. يعني أنا أكثر من مرة وجوز سامعينها مني دائما أقول مو وجود العدد المتظاهرين بالساحة كثير أو قليل، لا، الأهم هو اللحظة المعينة اللي تنملي بها الساحة ويبدو الرفض واضح جدا. البارحة يعني يوم أمس كانت هدوء شوية بالساحة، لكنهم من بدت معلومات وصلت عن ترشيح أحد أزلامهم كانت ردة فعل، يعني الساحات انملت، تحرير ما مكان بيها، شوية مستعجل بالهذا. عموما الساحة الآن بدت وجدت أفواج من الشباب توصل، من العوائل، لأنه أكو فكرة والحقيقة كملناها، راح تبدي شجرة عيد الميلاد، راح تزين بصور الشهداء، شهداء ثورة تشرين. نعم. وراح يصير فيها قداس من نوع خاص، راح يؤدونه بعض الشخصيات المسيحيين المختصين يعني بهذا المجال الديني، وراح يكون قداس خاص على أرواح الشهداء، يعني ما يشبه القداس اللي هو معروف عندهم. وأيضا مواقفهم جدا رائعة، هذا واجب عليهم باعتبارهم هم أصل العراق يعني. فاليوم أنا أعتقد الدعوة كانت كلش دعوة لكل الشعب العراقي، واليوم بعد ساعات راح تكمل الساحة تحت هاي الشجرة، وراح تكون بيها كلمة قصيرة وقداس خاص يعني ما له علاقة بالطقوس الطبيعية السابقة، راح يكون فقط للشهداء أكتوبر تشرين. أستاذ عادل، مثل ما تعرف بأنه الأخوة المسيحيين ألغوا الاحتفال بقداس أعياد الميلاد، وذلك إكراما لدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في ساحات التحرير. أيضا الأخوة اليزيديين مثل ما عندك علم بأنه لم يحتفل، أيضا موجودين، نعم، موجودين في ساحة التظاهر. هل هذا الإجراءين انطوكم دافع لاستمرار الثورة رغم الألاعيب السياسية من قبل السياسيين الموجودين في المنطقة الخضراء؟ يعني كان مو فقط دافع معنوي، وإنما دافع إنساني عراقي، بين قوسين العراقيين توحدوا تحت شيء اسمه نازل آخذ حقي، أو أريد وطن، أو راح أجيب هذا الوطن مرة أخرى وأخرج من هذه المستنقع اللي
اغرقوا به هذه الاحزاب الفاسده والفاشله. يعني حقيقه لو شخص ما اعرف اذا اكو كاميرات راح تنقل، هي احنا بعدنا يعني بعد العمليه ما كامله، لانه احنا ننتظر شويه بعد تحت تبدي تشتعل بالاضويه وبالعلم العراقي وبالصور الشجره، وراح اتمنى تكون الكاميرات والفضائيات تكون حاضره، وراح تشوف شنو التفاعل العراقي بكل اطيافه بكل قومياته بكل، وهي هذا طبعا الاخوه اليزيدي ايضا موجودين اليوم تحت الشجره، وانا نسيت اذكرهم بالبدايه. ففعلا دافع مو يعني مو مجرد معنوي، وانما يعني صعدنا الى السماء بعراقيتنا. نعم. الهويه العراقيه هي اللي طاغيه، هي اللي تغطي سماء العراق واي مسمى اخر تحتها. واتمنى يعني الفضائيات تنقل هاي الصوره اللي راح تكون معبره بتقديري، عراقيه، سماء صافيه، عراق فقط، وكل المسميات الاخرى محترمه ومقدره لكن تحت سماء العراق. طيب استاذ عادل، قبل ما تغادرنا، نعرف عندك التزام في ساحه التحرير في التظاهرات، لكن قبل ما تغادرنا، يعني خبر السلطات الحكوميه تغلق بوابات رئيسيه للمنطقه الخضراء وذلك تحت ذريعه اجراء احترازي، الكم نيه كمتظاهرين لدخول المنطقه الخضراء؟ لا طبعا احنا اعلنا موقفنا وهم يعرفون كل الزين، راح يسقطون فقط باسم السلميه، بسلاح السلميه، والسلميه هي اللي راح تنتصر بالتالي، وهم يعرفون كل الزين، ويريد يغلقون يريد يفتحون، هذه قضيه شانهم وهذه قضيتهم الخسرانه، هذه اوراقهم اللي يلعبون بها بيناتهم، يعني يرضون او يقنعون نفسهم. احنا موقفنا واضح، يعني سلميتنا ما راح تتوقف الا اي فاسد واي ذيل واي شخص اساء للعراق واهل العراق. نعم، أنا أشكرك أستاذ عادل حاتم الناشط في تظاهرات بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. دكتور رافع، احنا تحدثنا في البداية وشرحت حضرتك ووفيت في الإجابة، لكن احنا قلنا بأنه المتظاهرين مطالبهم في وادي والسلطات الحكومية في بغداد هي تتخذ إجراءات في وادي آخر بعيد، لكن ليش الإصرار على بقاء هذه الطبقة الحاكمة؟ الإصرار يجي من إيران تحديدا لو هم يريدون يبقون داخل السلطة، داخل حلقة السلطة؟ الحالة مزدوجة، يعني هذه المجاميع التي جاءت وحكمت العراق منذ عام 2003 تنفذ أجندة، لكن إضافة إلى الأجندة السياسية اللي تنفذها هي أيضا طبقة مستفيدة، طبقة اغتنت من أموال الفساد والسحت الحرام، نهبوا كل شيء وسرقوا كل شيء، كانوا حفاة والآن يمتلكون من الأرصدة ومن ممتلكات الشيء اللي لا أحد يتوقعه الحقيقة، فكل شيء سيطروا عليه. هذه القضية يعني شراهتهم للمال الحرام وشراهتهم للسرقة والنهب مستمرة، هذه إضافة إلى الحكم وإغراءات الحكم والسلطة هذه كلها تشكل عندهم شيء كبير لا يشكل الشعب وأمال الشعب والوطن وحدود الوطن والسيادة والاستقلال شيء بالنسبة لهم. هذا من الناحية. من الناحية الأخرى أن القوى التي جاءت بهم واللي تدعمهم واللي تربوا في حضنها وما زالوا مرتبطين بها ارتباط يعني ارتباط شديد، إيران اللي تحدثت عنها حضرتك اللي تسألني عنها، لديها أيضا أهداف، يعني هي شاركت الشيطان الأكبر من البداية، من اليوم الأول وقبل حتى احتلال العراق شاركتها في احتلال العراق، لديها أهداف كبيرة. كلما ضعف العراق، وهذا تاريخيا وهذه معروفة، كلما ضعف العراق تمددت إيران على حساب العراق. إيران تريد عراقا ضعيفا، عراقا لا يستطيع أن يقف على أقدامه، وهذه العملية السياسية وهذه الأحزاب اللي جاءوا بها والمرتبطة بإيران هي الأداة الأساسية التي أوصلت العراق إلى هذا الضعف. بلد مشتت ممزق فيه من الفقراء، غالبية العراقيين فقراء وهم في أغنى بلد ويقفون على أغنى قطعة أرض بالكون، هذه هي الحقيقة، لكن هو أفقر بلد، بي من الأمية، بي من المخدرات، بي من الأمراض، بي من الأوجاع، بي مهجرين وبي نازحين، ممزق بلد ممزق وبي طائفية، فهذه كلها الأمراض موجودة، يبقى البلد ضعيف
مريض جسد مريض. نعم. هذا هو ما تريده إيران، وهؤلاء يحققون لها غايتها وأهدافها بهذا الاتجاه. طيب. إضافة إلى هذا، هذه جزء من عدها وحتى تتمدد، ولديها مشروع سياسي ومشروع تمددي استيطاني استيلائي سمي. نعم. سمي. نعم. إضافة إلى هذا لديها يعني أطماع اقتصادية. هذا العراق فقط حجم التجارة، طبعا هم يتحدثون دائما الدولة 12 مليار 13 مليار حجم التجارة، كذبة. حجم التجارة الآن وصل في عام 2019 إلى 30 مليار دولار. حجم التبادل، احنا ما عندنا شيء نصدر لإيران، لكن إيران تصدر لنا حجم 30 مليار دولار. من الأشياء الغريبة والعجيبة والمضحكة المبكية في نفس الوقت، واللي ربما بعض العراقيين لا يعرفونها، أنه حجم استيرادات الطماطة مثلاً الإيرانية مليار وستمائة وخمسين مليون دولار. استوردوا غص طماطة خلال سنة واحدة مليار وستمائة وخمسين مليون. السنة اللي يعني بسنة 2014 استوردوا بمليون وكانت تغرق الأسواق. طيب مليار وستمائة وخمسين مليون دولار استيراد طماطة فقط، إضافة إلى الرقي. هذا نعم نعم رقي استوردوا رقي بمليارين وكذا، مليارين ونص دولار. هل من المعقول هذا الرقي اللي يجي شهرين بالسنة؟ صحيح. العراق يستورد بمليارين ونص دولار، مليارين ونص مليار دولار. هاي كارثة. هاي الشعب العراقي بناس أكثر من 10-12 مليون عراقي يأكلون من المزابل ويستوردون رقي من إيران بمليارين ونص دولار. هذه واحدة من الكوارث. طبعا هذه فيها تزوير وبها كذب وبها الله أعلم هذه الاستيرادات شنية، مخدرات على أسلحة على مصايب على أمراض ما تعرف شنية. هذه بس نموذج من هذه الاستيراد. فلذلك حجم الاستيراد 30 مليار دولار تدخل لها من العراق. هاي تضحي بها وهاي اللي نفذها هاي الأحزاب. ولذلك هم يعني ينزعجون عندما تتحدث عن إيران، ينزعجون عندما المواطن يهتف ضد إيران. إيران برا برا يعني يجنجنونهم، يعني لا يتحملون حتى هذا الهتاف. كيف يدخلوها بعقائدية وما لها علاقة بالعقائدية ولا لها علاقة، لا علاقة ببلد مستغلك. نعم. وسارقك وبإيدك أنت دسلمة. والكثير من هذول رؤساء الميليشيات زعماء الميليشيات عندما يسألون وسئلوا بالفضائيات، إذا ما يعني افترضنا افتراضات حتى بالافتراضات، إذا ما حدثت حرب بين العراق وإيران أنت مع بالضبط. مع من؟ قال صح. أنا مع إيران. مع إيران صح بطاط. طيب إذا أنت مع إيران ليش قاعد بالعراق؟ يعني ليش طيب ليش تتصرف بالسياسة العراقية إذا أنت مع إيران؟ روح لإيران. بالضبط. يروح لإيران يا أخي وخلصنا. فهذا الشعب اللي خرج ويطلب من إيران وغير إيران أن تخرج برا وتترك لمصيره، تتركه يحل أموره ويحل مشاكله ويشوف مصيبته يتصرف بثرواته، يشوف مثقفيه، يشوف الطبابة مالته، يشوف مستشفياته، يشوف تعليمه، يشوف حياته، يشوف سيادته، يشوف استقلاله. هل هذا غلط؟ هاي المصيبة، يشوف ثرواته هاي المنهوبة. طيب دكتور. نعم. هذه الكارثة. دكتورة ذكرى عبد الصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، نرحب بك دكتورة، مرحبا بك. مرحبا لكم ومرحبا بضيفكم، اهلا وسهلا. دكتور، الشتاء العراق يعني قاسي جدا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحات التظاهر، لكن يمكن هل من الممكن يجي وقت ان يتنازل المتظاهرون ويقبلون بشخصية يختارها السياسيين لرئاسة الوزراء؟ لا اعتقد استاذ حقيقه، وحكيتني بهذا السؤال. نعم. عذرا يعني لحضرتك. نعم. لكن نعم. شيء هذا انه احنا من ظهرنا منذ اليوم الاول وهذه الافواج العارمه من العراقيين هي تطالب بالحكومه بازاحه الحكومه واقالتها برمتها وحتى وايضا اسقاط النظام اللي هو تسير عليه. فنحن يعني نطالب باستقالة الحكومة برمتها حتى مدراءها العامين وحتى رؤساء أقسام مندسين لها وتابعين لها واستفادوا في رأس العراقيين، وقسم منهم جابوهم من خلف الحدود ونصبوهم على رؤوسنا على دوائرنا، نصبوهم مدراء عامين.
فاحنا نرفض كل ما يمت للحكومه بصله، نرفض كل ما يمت للحكومه بصله، وخليها يسمعوها من لساني، ربما ما سمعوها من الجماهير، فاحنا نريد نسمعهم. اي شخص منتمي للحكومه، اي شخص عنده اصل ايراني، اي شخص مرتبط باجندات الى ايران مرفوض بتاتا. وهذه اخر ما نقوله لهم. ربما هم يضعون قطن في اذانهم، ما يريدون يسمعون الشعب شو يقول، المتظاهرين ما يردون يسمعون شو يقولون، لانهم عندهم اجندات بداخلهم، راسمين الانسان اللي يريدوا، راسمين الشخص اللي يريدوا، لانه عندهم، لان هم ذيول لاكبر من عندهم، لمسؤوليهم، لرؤسائهم، هم مرؤوسين من ناس، وهم يعني يحاولون ان ينفذون اجندات ناس خارج البلد. نعم. ليش احنا العراقيين نكون تابعين؟ ماكو داعي. يعني هذه كلمتنا يجب ان تنفذ، يجب ان يعني حتى رئيس الجمهوريه اعتقد بدا الان يتعاطف مع الجماهير حقيقه، لانه دا يعرف شنو الصح وشنو الغلط وشنو دا يدور داخل كواليسهم، ونحن لا ندري شو يصير. نعم. دكتوره اريد اسالك، في لقاء البارحه محمد توفيق علاوي كان وزير الاتصالات، هو من الاسماء اللي طرحوها للترشيح لرئاسه الحكومه، قال بانه اذا تم اختياري رئيس الوزراء انا راح اتخلى عن جنسيتي البريطانيه. تقبلون أحد من الطبقة الحاكمة أو الذي كان وزير في سنة من السنوات أن يجي لرئاسة الوزراء، خاصة وقال بأنه المتظاهرين هم يعني كل الحق معهم، وأنا مؤيد لمطالبهم المشروعة، وأيضا يعني تحدث كثيرا على المتظاهرين. تقبلون بواحد يجي مثلا وعنده جنسيتين يتخلى عن جنسيته، لكن هو من الطبقة الحاكمة، يعتبر من الطبقة الحاكمة، أن يكون رئيس وزراء العراق في هذا الظرف الحالي؟ والله أستاذ يعني خلي أقول لك حقيقة، أنه كل هؤلاء السياسيين بدأوا يعزفون نغمة متناغمة مع نغمة التظاهرات. بدأت تلاحظ مثلا عندك أبو التعليم العالي ومنه بالضبط، ها شيع استقال من حزبه حتى يكون يقتنع به الشعب، يقول أنا مستقل. فائق الشيخ يعني طلع شخص في جانب معين وقال أنا راح أفيدكم، يعني احنا بصراحة ما مدى نصدق بهؤلاء الناس، لأن هؤلاء الناس كانوا بالأصل كذابين، بعدين 16 سنة الآن صارت عندكم صحوة ضمير؟ يعني كانت ماجدة التميمي تلعلق أنه سرقوا منكم هالقد، وما أعرف شلون أنت كإنسانة كمواطنة عراقية، أنت دا تبقين بدم الشعب، أنت خالت لك هذا شو يسموه كانولا أو جهاز عطاء، تمصين دم الشعب، راتبك ذاك الحساب وحمايتك ذاك الحساب، ودات العين انه باقوا من عندكم، ما تعرفين تقولين انا ضد النظام واني استقيل وما اعترف بالحزب اللي انا بيه؟ هاي افضل شيء. نعم. احنا بعد ما نصدق بهؤلاء الناس، نعم. بالنسبه انا صراحه شفت بارحة، يعني هو شخصيته مرتبه وانسان محترم، لكنه وين كان هاي 16 سنه؟ ليش ورا ما شبعوا يردون هسه يتسيدون على راسنا؟ وربما ايضا هم يردون، يعني احنا ما نعرف صراحه، بعد ما نعرف الابيض من الاسود، لانه كلهم اجنداتهم لايران. يعني احنا بنشوف العجب بصراحه، فائق الشيخ يطلع ايراني الاصل، هذا الاخ سهيل يطلع بالاصل مترعرع في ايران، شنو هاي انتم شنو يعني جايين يردون يبيعون العراق لايران؟ هاي شيء واضح، يردون انه يقتلون الشعب كله، يردون ايران تتغلغل وتتلاعب ببلدنا، يردون يخلون ولايه من ولايات ايران العراق. العراق حضاره وتاريخ قبل ايران. الحضاره السومريه والبابليه قبل الفارسيه. هم من ذاك الزمن كانوا يعتدون علينا، كانوا بذاك الزمن حروب البابليين والاشوريين كلها دولة الساسانية والسومريين. نعم 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 بالضبط، دولة الساسانية. دكتور رافع، ابقى في نفس الموضوع، عمليه ركوب الموجه، يعني واحد من يسوون ويا لقاء يقول لك انا مع المتظاهرين، مقتدى الصدر يقول انا مع المتظاهرين، عمار الحكيم في بداياتها قال انا مع مطالب المتظاهرين، حتى الشخصيات اللي تسربت بانه سيكون رئيس الوزراء يقول لك انا مع مطالب المتظاهرين، شلون تفسر هذا الامر ركوب الموجه؟ لاحظ استاذ محمد، لماذا هذه الثوره ثوره يعني متألقة، لديها فكر، لديها وعي، لديها رؤية وأهداف. يعني تتكلم به الأخت رائع جدا، وهذا كلام كل من في الثورة، كل ثائر من ثوارها، بنات ورجال. الحقيقة هذا لسبب واحد، أنه فهموا هذه اللعبة، أنت الأصل في هذا الموضوع بغض النظر عن الأسماء. طيب. هناك إطار سياسي، هذا الإطار السياسي شكله من عام 2003، شكل بريمار بهذه المحاصصة من مجلس الحكومة. طيب.
بمحاصصة طائفية إثنية واضحة، وقسمت هذه التقسيمات ومشت العملية السياسية على 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 هذا المنوال من عام 2003 لغاية الآن. طيب. وهي كارثة العراق بهذه التقسيمات الطائفية الإثنية. أي شخص ارتضى أن يعمل في إطار هذه العملية السياسية، كان مدير عام، كان رئيس قسم، كان وزير، كان خفير، مدري شنو، حارس، هو في نفس القضية. ارتضى أن يعمل تحت هذا الإطار، الإطار الطائفي والتقسيمات الإثنية والطائفية والفساد والخراب، وهذه مساحتي وذيك مساحتك، وكل هذه الأحزاب اللي مشتركة بهذه العملية لديها ميليشيات ولديها ارتباطات وأجندات خارجية وأجندات فهذا الإطار العام. نعم. كان وزير سابق، كان وزير لاحق، كان ما أعرف منه، هو نفس القضية. ما دام أنت ارتضيت في فترة من الفترات أن تعمل في هذا الإطار الخرب اللي دمر العراق، فأنت لا يمكن أن، وهذه من محاسن الثورة وهذا من تألق الثورة، لا يمكن الوثوق به. لذلك الآن الأخت يعني ردت قالت لك لا نثق بهم، لأنه هذا فهمهم للموضوع. هذا الإطار إطار مستنقع بأمراض وبأوبئة فكل مخرجاته أذت العراق. فأنت أي واحد في أي فترة من الفترات عمل في هذا الإطار هو إذا كان مقتنع بهذا الإطار ومستفيد من عنده. صحيح. الآن صح ضميره وريد يقول هذا الإطار لا، أنت بشون دخلت هذا الإطار؟ كنت بلا فكر بلا عقل، أنت ما تفيدنا. إذا كان كنت فكر وعقل أيضاً ما يفيدنا. إذن أنت منتمي إلهم. إذا كنت تعتقد تغشنا مثل ما البعض يقولون، احنا دخلنا العملية السياسية حتى نعدلها حتى نصحح مسارها، هذه كذبة كبيرة. كلهم فاسدين وكلهم دخلوا لأطماع خاصة وبأجندات خاصة وبتوجيهات خاصة. نعم. لذلك هذا الإطار هو إطار يعني مملوء بالأمراض، مملوء بالفيروسات، لا يمكن قبول به. أي شخص تلوث بهذا المستنقع لا يمكن أن تثق به في أي فترة من الفترات، هو لا يصلح لحكم العراق. طيب. والقضية مشكلة العراقيين مع هذا الإطار الخرب، ليس مع أشخاص فلان وفلان وفلان، لا، هو الإطار كله هذا بفكرة بالناس اللي بيه. طيب دكتورة ذكرى، مواقع التواصل الاجتماعي يعني من خلال المتابعة يقولون بأنه إذا المتظاهرين ما يقبلون بالشخصية اللي حتختاروها الكتل السياسية، هناك حيصير تحرك ميليشياوي ضد عمليات ضد المتظاهرين في الساحات، يعني خاصة في بغداد وفي طبعا محافظات الوسط والجنوب ضد المتظاهرين. أنتم كمتظاهرين وأنت كعضو في اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، عندكم خطة معينة لمجابهة سلاح الميليشيات في الساحات؟ والله أستاذ للأسف نحن ما نحمل غير العلم، يعني احنا يعني شلون نقول، احنا طلعنا كمقاتلين بأرواحنا، يعني خلينا دمنا على كفنا وكنا طالعين انه احنا يعني متوقعين هذا اللي يختطف وهذا اللي يقتل، والدليل انه احنا قدمنا كثير، وهؤلاء خفافي الظلام دي يعني دي يشتغلون بالظلام يعني بالخفاء، يعني ما امامك بالساحه يجون يضاربوك ويقاتلوك، يمكن لو بالساحه ممكن واحد يقدر يلاويهم، يعني شلون كانت قبل الحروب ممكن واحد يلاوي احد وبالقوه ياخذها، لانه اولادنا احنا نذب لهم اصبع وبالقوه ياخذوها، لان ذولاك ضعفاء الشخصيات، ضعفاء حتى جسد، صدقني، لانه اللي اجى من بيئه سيئه، ما اجى متربي من بيت محترم وبيت يغذي بشكل طيب، يغذي وطني ويغذي طعام حقيقة. هؤلاء كلهم ناس خونة، ناس ما عندهم أي مقاوم من مقاومات الإنسانية، لا إنسانية ولا بيئية ولا اجتماعية ولا كلها ضاربيها أرض الحال، لذلك يقبل فلسين أو ربما مجرد يأوي بيت بمكان يجي على مدى يقتل إنسان، يقتل أخوه. فهؤلاء احنا نعرف كل زين هم دي يتحركون علينا، كل زين دا نعرف اللي يدخل الساحة ويطلع مراقب وفي أي لحظة يروح أي ساحة كانت، إذا داخل بغداد أو خارج بغداد. أي لأنه يعني حتى العفو الأسف المقاطعة، ولكن حتى يعني أعضد كلام حضرتك، يعني المفوضية حقوق الإنسان في العراق تتحدث في الأخبار عن اغتيال 29 ناشط ومدون حتى هذه اللحظة، يعني التوجه نحو الناشط اللي يعرفون بي أكثر استاذ عفوان، اللي يعرفون بي أكثر من هذا العدد، وهذولا مجرد اللي يوصلهم أمام العين، يعني أكو ناس بالخطأ قسم من بيوتهم يسحلوهم وما حد يدري بيهم، وقسم بالشارع وبالظلمة ويضربوه، قسم يعني ما حد، أحيانا قسم ناس تروح يعني طلع ابنهم ما يعرفون بي وين راح، ما يعرفون هل هو بالتظاهرات وصل أو ما وصل،
احيانا بالطريق ياخذوهم. نعم. يعني هالشكل هذه صارت الاغتيالات مالتهم. نعم. وبالنسبه لحقوق الانسان يعني مع الاسف لحد الان ماكو اي تحرك، يقولون احنا نشتغل لكن هم ما يشتغلون على اساس يتعاونون معنا ويخلوا لهم خيمه بباب الشرجي، ولحد الان ماكو اي نتيجه. واحنا على تواصل اني معها الست الدكتوره فاتن، لحد الان حتى جواب ما هالقد يعني يا دوبك الجواب على سلام. يعني ما يعني, يعني ما, ما لهم ما لهم مكان في ساحه التظاهر مفوضيه حقوق الانسان التابعه لا. للحكومه طبعا هي. أنا والله بالنسبة لي ما أي طبعاً هم تابعين للحكومة، كان ما شايفة لهم أي شيء يعني، واتفقوا إن اجتمعوا بينا حتى يخلون خيمة هناك، بعدين قالت لا إحنا ما نحتاج خيمة نعتمد على شبابنا الموجودين، قلت لها أنا من الناس موجودة هناك تعالي يمي أنا يعني أشوفك هناك. نعم. وعلى أساس يخلون صناديق للشكاوى مثلاً شنو عندهم أشياء إنه مطالبات أو شكاوى أو مفقودين عندهم. يعني واني بالذات يعني عذرا من كلمه اني يعني كم مره ادزلها اسماء اقول لهم هذول مفقودين، لحد الان ماكو اي نتيجه يعني ماكو رد خبر عليهم. نعم. دكتور رافع، يعني اريد اخذ رايك في مساله اغتيال الناشطين والمدونين، ولكن قبل ما اخذ رايك بهذا الامر اكو فد نقطه جدا مهمه. متظاهرون في واسط يقطعون الطرق، أيضا في بابل، في النجف، في ذي قار، في الناصرية، لكن متظاهرو المثنى يقطعون الطريق الواصل بين صهاريج النفط المتوجهة لمصفى السماوة. تعتقد أن هذا الإجراء سيشكل ورقة ضغط على الحكومة للقبول بما يطالب به المتظاهرون؟ قبل قليل إذا سمحت لي الدكتورة كانت تقول عندما سألتها كيف ستواجهون، قالت كلمة يعني يمكن بسرعة قالت مع الأسف. نعم. أنا أعتقد هذه الكلمة يعني غير مناسبة، لأنه بسلاحهم هذا السلمي هم أرعبوهم. يعني هم بهذه سلميتهم رغم تقديم كل التضحيات، هم قدموا كل هذه التضحيات لكن بسلميتهم هذه بالعلم اللي الدكتورة كانت تتحدث عنه، إحنا ما عندنا غير العلم. هو هذه سلميتهم، هذه هي نقطة قوتهم. نعم. هذه النقطة اللي زلزلت الأرض تحت أقدام هؤلاء بكل أسلحتهم، بكل إمكانات، بكل إيران اللي وراهم، بكل إجرامهم، بكل أجهزتهم، الأرض تهتز تحت أقدامهم خوفا ورعبا من القادم، وأنتم بسلميتكم هذه، بفكركم الواعي، بإمكانياتكم في رؤية الأمور، في التصرف بالأهداف، أنتم مرعبيهم وتصلوا لأهدافكم. طيب. هاي النقطة. طيب. جزء من عدها هذه أن تقطع طريق، أن هذه جزء من فكر اللي يتوصلون الى الثوار. جزء من عنده هم يعرفون ان هناك آلة اقتصادية تمول هذه الحكومة، تمول هذه العملية السياسية وهذه احزابها. لابد ان ياتي الوقت اللي توقف هذه الآلة من العمل وتزويدهم بالمال. كل ما استمر المال يعني هم لا تروحون الى الميناء الفلاني لانه هذا يكلف العراق 6 مليارات. نعم. الشعب العراقي ما مستفيد من هذه. صحيح. الشعب العراقي من فقر إلى فقر. صحيح. من مرض إلى مرض، من أذى إلى أذى، من خراب للتعليم وخراب للصحة وخراب للمجتمع وخراب لكل شيء. نعم. هذه الأموال تروح لجيوبكم، لمصايبكم، لأحزابكم، لدول أخرى، لتروح لإيران. نعم. ما مستفيد من هذا الشعب العراقي، لا بنا مستشفى ولا بنا جامعة ولا بنا مدرسة ولا المدارس، خلي الطلاب يداومون. أي. 70 طالب رحلات. صحيح. ما عندهم رحلات. صحيح. رحلات يا ناس ما تستحي. صحيح. يا احزاب ما تستحي، هسه واقفين ضد المتظاهرين ذول الشباب الحلوين، واقفين ضدهم ويقتلوهم ويعتقل. ليش يطالبون بوطن؟ من حقهم يطالبون بوطن. رحله للطالب لابنه ما وفرت له رحله يقعد يخلي طابوقه قدامه يكتب عليها، رحلات ما موجوده، وهاي موازناتكم الانفجاريه. صحيح. هاي الموازنه 100 مليار، 120 مليار، 150 مليار، احنا جينا من اجل المظلوميه، جينا نبني دوله ما بيها مظلوميه، جينا من اجل القضاء على الدكتاتوريه. ماشي. اي دكتاتوريه، اي ديمقراطيه اللي بنيته مصيبه. لم يتعرض العراق والله طوال تاريخه الطويل لم يتعرض لمصيبه مثل ما تعرض لها من عام 2003 لحد الان. هذا الظلم وهذا الخراب اللي شاف العراق لم يحصل، ولم تحصل في تاريخ العراق تظاهرات بهذا الحجم وهذا الطول. صح. خلي يدرسون تاريخ العراق وشوفوه. صح. اكو تظاهرات صار لها هذا الشهر الثالث. نعم. في تاريخ العراق كله. لماذا؟ خلي ياخذون عبره من هذا، خلي يفكرون ليش العالم خرجت عليهم بهذه الطريقه،
والان واذا يقطعون الطريق فبالمثنى يقطعون الطريق على النفط في البصره يروحون على المواني يقطعوه، هذا من حقهم. اولا هذه الاموال اموالهم، اموال العراقيين مو اموال ذول الحراميين. نعم. السراق ذولا. نعم. وهذه الحكومات كلها اخذت النفط، وهذا الريعي، احنا الاقتصاد الريعي، هذا النفط يجي ينباع والفلوس تدخل جيوبهم وتدخل الفساد وتروح لغير دول والشعب العراقي يتفرج. صحيح. الجياع يزدادون، البطاله تزداد، المرض يزداد، الاميه تزداد، الخراب يزداد، كل شيء يزداد بالسلبي. وهم يزدادون ثراء ورفاهيه وغنج على العالم ونظره دونيه للشعب. وبالتالي لا يقبلون، اقتلهم ودز ميليشيات. طيب. وحاصرهم. نعم دكتور. نعم دكتور. دكتورة ذكرى، انت حضرتك تفضلتي قبل قليل وقلتي احنا ما عندنا فقط العلم العراقي وسلميتنا. على ضوء السلمية اكو هناك خطوات للتصعيد السلمي، من ضمنها هو اعلن المتظاهرون الاضراب عن الطعام، تعتقدين هذا يشكل فد ورقة ضغط على الحكومة في المنطقة الخضراء؟ نعم، اولا عفوا اريد ابين للدكتور انه للاسف مالتي ربما ما وضحتها جيدا، انا تاسفت لانه اول شيء احنا سلاحنا جدا قوي، اقوى من سلاحهم، لانه احنا دم الشهداء هذا احنا يرعبهم بالضبط، يعني اقول لك اياها، يرعبهم دم الشهداء اللي راحوا والتشييع اللي يصير والتصعيد اللي يصير لكل شهيد يسقط الله يرحمهم. نعم. يعني يهز البرلمان ويهز الخضراء ويهز حتى العروشهم الخارج خارج العراق. زين، فاحنا عندنا سلاح كلش قوي، لكن انا تاسفت لشيء واحد، انه ابن البلد يضرب ابن البلد لاجل اجنده خارجيه، هذا اللي نتاسف له، هذا اللي يقهرنا، لانه انت اخوك يجي يطعنك بسكين من خاصرتك. صحيح. فهذا اللي نتاسف له، ما نتاسف لانه احنا ما عندنا سلاح، بالعكس احنا نشرف، احنا هذه القوه القويه رعبه اهل السلاح، رعبه كل تسليحهم وكل دباباتهم وكل المهم في جانب انه شبابنا انه يعتصمون، يعني حقيقه يردون انه هم يوصلون صوره او يوصلون رساله لهذه الحكومه التعبانه اللي هي ما عندها كل احساس، يعني احنا ايش ما نسوي ما عندها كل احساس، يعني هم المفروض انه معناته بما معنى انه راح يكون يموتون جماعيا، فالحكومه حتكون هي المسؤوله بالوجه الاسود امام الراي العام العالمي، بهذا المعنى يريدون يوصلون كرساله اولادنا، لكن احنا ما نقبل انه اولادنا بهالشكل يتاذون يعني يموتون، حتى مو بس هذه، اكو جماعه تصلخوا وقعدوا وقالوا احنا راح نعبر على الخضراء، راح نزعوا ملابسهم قالوا احنا راح ننزل سباحه على الخضراء، احنا ما نقبل بهالشيء هذا، لانه تعرف اكو عندهم قناصين على الامارات يعني من خلال حمايه مالت الخضراء، وبعدين اكو زوار قنهريه ايضا، هذول كلهم مسلحين وكلهم تابعين يعني هذول حمايه للحكومه، هذول ناس مرتزقه صراحه اشتريتهم الحكومه بفلوس، فاحنا ما نقبل انه اولادنا يتاذون يتضررون، حاولنا ان نمنع اي تصرف من هذه التصرفات، لانه اذا مات واحد من عندهم استشهد من اولادنا راح اكيد ياثر علينا، راح اكيد يعني راح حضرتك يعني اذا تعرف كل شهيد من ديموت ديموت من عنده جيل، يعني اولا يموت الاهل اللي بالبيت يعني يؤذيهم، يموت مشاعرهم، يقتل الفرحه بالبيت، يعني بنفس الوقت اولاد مثلا لو هو خلف اولاد راح يبنون هذا المجتمع، بنفس الوقت هو كشاب هو انسان فاعل، هو وصل الى مرحله معينه مثلا كان طبيب مثلا راح يخدم مجموعه او شريحه من الناس من المواطنين، احنا بدنا نخسر هذا الشيء، هذا اكو تخصصات نادره، منين نقدر نجيب بعد والرب ونكمله حتى يوصل بهذا التخصص. نعم. هذا القتل وهذا الالم احنا ما نقبل به، لانه احنا نريد تظاهرات سلميه، ما نريد احد يموت، لا نريد دم يسفك من عندنا ولا نريد نقتل الاخر، حتى ما نريد نقتل الاخر، احنا نريد الاخر يحترم مشاعرنا ويسمع كلامنا ويريد ينفذ يعني اللي نريده احنا كشعب، احنا نريد كرامه، نريد حريه، نريد الانسان اللي يجي يحكمنا ما يتسيد علينا، يجي يخدمنا كموقع اداري، كموقع خدمي، مو يجي يتسيد علينا ويجي ياكل حقنا وياكل فلوسنا ومصدمنا. يعني جميل هو لما يباعون الاطفال لما يروحون بالمدارس يغرقون بالمي ويوقعون بالطين خطيه، يعني اكيد حضراتكم شفتوا هاي الافلام اللي دا تطلع الاطفال من يروحون للمدارس، زين ليش ما تقدرون تبنون؟ ما لازم لا تبنون، افتحوا المجاري، هسه ما اريد من عندكم لا بناء ولا اي شيء، مجرد عمال عندكم بامانه العاصمه خليه يشتغلون يفتحون مجاري. يذبون هذا السبيس بالشوارع ما ادري شو اسمه هذا الاسود اللي بيحصوا ما يقدرون، هذه عندنا سيارات مال حمل بالامانات يعني بالمحافظات وبغداد امانه بغداد، عندنا هذه الامكانيات، عندنا عمال وعندنا حادلات وعندنا رافعات وكل شيء عندنا،
اجيب هذه الماده اذبها بالشارع وابلغها للشارع، يعني شو يصير لو سويت له هذا الشيء؟ تخسرون؟ نعم. دكتور عندك تعليق حضرتك؟ الحقيقه الدكتوره كفت ووفت، لكن ربما يعني يجب ان نقول انه كل لحظه، كل يوم، كل ساعه، كل لحظه، كل ساعه، كل يوم، كل فتره تمر، يعني كل قطره دم هي غاليه علينا من اولادنا. نعم. ذول اولاد الشعب، اولاد العراق، هم المستقبل عليهم، هم ذول اللي راح يبنون العراق. نعم. وهذا هذا الجيل اللي هذا فكره ما ملوث، اللي فكره عراقي خالص. عبر الطائفيه، عبر لهذه الوساخات اللي زرعوها من 17 سنه وحاولوا يزرعوها، كل هذا البناء المتهاوي اللي بنوه على الرمال، الان رمال متحركه عبره كله، وجاك بهذا النفس الطيب الرائع اللي ما حد متوقعه. هذا غالي جدا علينا، فعد ما يعتصم يضرب عن الطعام، هؤلاء لا يعني مجرمين. هذا اللي هو يقتلك ويخش يذبحك بالكتر ويضرب طلقات عليك ويعتقلك ويخطفك من هذا مهمه يكيف انت. يعني ربما رساله للخارج، هي تصل الى الخارج، المنظمات الدوليه، الدول في العالم تراعي هذه القضيه. نعم، لكن اريد ان اقول لكل المتظاهرين، العراق كان في الظلمه طوال فتره لغايه 1/10، لغايه بدايه ثوره تشرين. العراق كان في الظلمه، وكانت امريكا وايران وكل الدنيا، كل بما فيها الامم المتحده، تدفع العراق الى الظلمه بالتعاون مع هذه العمليه السياسيه وكل احزابها. طيب. تدفع العراق الى الظلمه، لا احد يتحدث عن العراق. هؤلاء الشباب الحلوين العراقيين الانقياء اللي يستاهلون كل الحياه، والحياه هي لهم مو لهذول اللي سيدون الان، هذول اللي جابوا العراق من الظلمه ووضعوه تحت الضوء وخلوا العالم كله يشوف شنو العراق وشنو الكارثه اللي بيها. فالعراق الان بعيون الجميع، الناس كلها تشوفه، والراي العام العالمي، كل العوامل الدوليه تتفاعل الان، وستاتي صاغره لكم، سوف تاتي مؤيده لكم لهذه الثوره، مو لانه حبا بها، بس لانه انتم ماكو غيركم. بالتالي العالم كله سيقارن، هل اقف مع هذا الشعب بكل هذه امواجه العاليه جدا، ام اقف مع سلطه سارقه وناهبه حتى لو حققت لي اطماعي، حتى لو حققت لي مصالحي، لكن بالتاكيد هذا الشعب كله سيخرج عليها وتروح حتى مصالحي وقدرتي. فهذا الشعب على الاقل العالم يفكر انه بهذا الشعب باشر عقبه يقيم نظام جميل وعراقي يمكن ان يتفاهم مع العالم، ويمكن يبني علاقات متوازنه مع كل دول الدنيا ومع كل منظماته، علاقات محترمه ما بيها غش، ما بيها كذب، ما بيها لعب، والكل العراقي يريد يستفيد ويفيد. صح. ايضا فبالتالي مصالحه ومصالح الاخرين مضمونه، ها يجب ان يفهمها العالم وبدا يفهمها، بالتالي سيفهمها ويفهم هذه الثوره ماضيه الى اهدافها، وهؤلاء يعني خسرانين ومن كسر رايتهم ومنتهين، وسيذهبون الى السجون والى المحاكم وسيقادون وسيحاكمون على كل ما فعلوه بدماء العراقيين وباموالهم بهيبتهم بهويتهم، هذه الحقيقه. طيب. دكتور اريد اتحدث وياك، لكن انتقل على الدكتوره ذكرى، اريد اتحدث وياك على تصريح لبرهم صالح رئيس الجمهوريه، لكن انتقل الى الدكتوره. دكتوره ذكرى، تابعتي يعني العصيان المدني والاضراب عن الدوام، شلون كان موقفكم أنتم كمتظاهرين عندما يلتحقون بكم طلبة المدارس والجامعات؟ يزيد من يعني من فعالياتكم الثورية، هل أنتم يعني تعولون كثيرا على الطلبة، طلبة العراق؟ نعم بالتأكيد، يعني مرة ذكرت أنه الحكومة يعني الخيط الوحيد اللي هي متمسكة به ليربطها بالدولة حتى لا تسقط هي المدارس. أولا أنه من يصير دوام مدارس معناته أكو حكومة. نعم. أو بعض الموظفين بعض الدوائر. فإحنا حقيقة بساحة التظاهر إحنا نأول على أولادنا الطلبة. بنفس الوقت إحنا حريصين أنه ما نريدهم يخسرون دراستهم أو سنة فوتهم، لكنه أحيانا يكون أكو ظرف يجبرك أنه تضحي بشيء، يعني إحنا بدنا نضحي حاليا بأرواحنا بشبابنا دي يروحون. فمدرسة سنة أو سنتين أحيانا ظرف يعني يجبرك أنه تضحي به. فلما يجون الطلبة إلى ساحات التظاهر أكو أنفد تلاحم فد حب، أكو فد يعني شلون استقبال جميل لهم، لأنه هم دول إشعاع العراق، هم إشعاع مستقبل العراق.
هؤلاء هم اللي احنا على مودهم بدنا نطلع. احنا بالنسبه لنا كبار بالعمر مثل ما يقولون انتهى خدمنا وقدمنا ويعني عشنا كيف ما اتفق، يعني عشنا او ما عشنا المهم احنا وصلنا الى مراحل معينه، لكن هؤلاء احنا نريد نزرع لهم البذره الجميله، نريد نزرع لهم الاجواء الطيبه حتى يقدرون يتنفسون ريح الحريه، حتى يقدرون ان يعيشون ان يعني يواكبون التطورات اللي بدها تحصل بالعالم. فاحنا لهم يعني بدنا نطلع ودنا نتظاهر ودنا، فهؤلاء الطلبه لما يجوا راح يزيدون زخم اقوى بعد، لانه هم الجمال، هم الزهور اللي بالبلد، هم اجمل شيء. يعني الطالب هو اجمل مرحله في حياته هي الدراسه، فتره الدراسه الطالب لما يكون هو اجمل فتره. لما يتوظف لا بعد احترقت ورقته، هذول هالمره بس يعني صح يخدم في جانبه هو، لكنه يعني ما اعرف هي النظره تختلف. الطالب هو عنده فد روحيه على اعتبار هم هي هاي فتره الشباب، فترة الشباب اللي يعيشوها فترة الطلبة هي أجمل فترة تقريبا وأقوى فترة يكون بها عند الشاب نشاط عنده. وما شاء الله البنات أيضا عندهم يعني أعتقد شفتوا الفيديو اللي مدرسة إعدادية ساعدين البوب وكاسرين الجام عليهم داخلين عليهم ومطلعينهم ومأذيهم خطير طبعا مضروبات بالجام. فهذني البنات أيضا مو بس الولد عندنا إحنا أبطال، البنات أيضا بطلات وشابات وبديعات يعني، والساحات ما شاء الله يعني الضج وفدي صفة كرنفال وفد فرح شيء مو طبيعي يعني. نعم. وتتعايش في اللحظة يعني ما أقدر أوصفها بالكلام حقيقة. أنا أشكرك، أشكرك دكتورة ذكرى عبد الصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، أشكر انضمامك لنا. دكتور بدقيقتين، برهم صالح يهدد بالاستقالة، يقول أهدد أستقيل إذا ضغطوا علي في تكليف رئيس وزراء أنا ما وافق عليه. طيب هسه عندنا احنا رئيس وزراء عادل عبد المهدي تصريف اعمال كمرحله دستوريه انتهى دوره تماما، اذا يطلع او يستقيل برهم صالح تعتقد فراغ الدستوري حيأثر على المتظاهرين ينطي مجال اكثر للميليشيات في القضاء عليهم مثلا؟ اذا كنا نتكلم بديمقراطيه استاذ محمد نعم، فتسمح لي بهذه الديمقراطيه اترك هذا السؤال نعم وارجع للطلبة. طيب لأن هذا السؤال يعني طيب بالنسبة لي لا نعم يشكل شيء يعني نعم بالديمقراطية يعني أبدأ أقول لك بس لأن العنوان يحضرني الآن الطلبة عتاد بنادق الثورات حلو، وكان دوما الطلبة بالعراق في تظاهرات العراق على مسيرة يعني من تأسس الدولة العراقية ب 21 لغاية الآن نعم الطلبة كانوا هم فعلا عتاد بنادق كل الثورات والانتفاضات التي حصلت في العراق وهم عتاد بنادق هذه الثورة. طيب هم العامل يعني يضيفون عامل نوعي عند ما يجون للتظاهرات، اولا عددي ونوعي اعدادهم هائلة وهذه يرعب هذه السلطات، لذلك تمسكين الدوام والدراسة هم لا تعني لهم الدراسة وهم من خرب التعليم في العراق، هم الآن العراق خارج كل قوائم التصنيفات العالمية صحيح ما بيه تعليم لا ذولا اللي حريصين يعني الخزعلي حريص على التعليم لا طبعا ذولا اللي طلعونه للعمايم رجعوا للتعليم وثاني يوم يلم الجهال ويفتر هو بيهم لا يهمهم لا التعليم ولا هم يحتاجون الأمية لأن الشعب الأمي يقدرون يقودوا بالعكس نعم وهم لديهم مخطط كامل لتعمية المواطن لأميته، لكن هذا الشعب يعرف شلون يثقف نفسه نعم. لذلك الطلبة هؤلاء هم عتاد هذه الثورة وهم زينتها وهم شباب هم اللي راح يبنون المستقبل نعم. وهم هذا الفكر وهي الثورة لهم وهي بيتهم وهي لهم وهم اللي قاموا بها نعم. يعني هم اللي خرجوا من 21 هم منهم طلاب طلاب صحيح كلهم طلاب صحيح. اللي عمره 16 سنة و 17 سنة و 18 غالبيتهم طلاب حتى تارك منهم الدراسة كان طالب هو يشتاق لهذه الرحلة ويشتاق للمدرسة وللجامعة وللمعهد كلهم الطلاب، لذلك وجودهم بالساحات يدلل على أن العراق بخير وأن الثورة بخير وماضية وهذا يرعب الآخرين وأعتقد يمكن هذه النهاية أفضل. أشكرك دكتور. أشكرك. مشاهدينا الكرام في نهاية تغطيتنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا، والشكر موصول إلى الناشط في تظاهرات بغداد الأستاذ عادل حاتم كان معنا، وأيضا الدكتورة ذكرى عبد الصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.